n'y avait pas plus de main rouge que, comme on dit, que de beurre en branche. Que tout ça, c'était un camouflage des services. La main rouge est une sorte de label qui couvre un certain nombre d'opérations extrajudiciaires des citoyens. تسليط الضوء على مرحلة حساسة جدا من تاريخ الثورة الجزائرية، وهذه المرحلة اللي نسميها أنا لا غير دو لومبر، حرب الظل. حرب الظل هذه مش معروفة كثير، هي حرب تاع مخابرات. الاستعمار الفرنسي في مرحلة معينة من التاريخ كان يعني في الحرب يعني لا غير توتال، الحرب يعني الشاملة اللي كان يديرها للشعب، يسلطها للشعب الجزائري، كان يشوف كيفاش يعني يتخلص من بعض كوادر الثوره، من بعض المتعاطفين مع الثوره، من بعض اللي يساعدوا الجزائر في التسليح الى اخره. الجا لهذه المنظمه، هي منظمه فونتوش، يعني منظمه مش موجوده في الواقع، لانها هي المخابرات الفرنسيه، يسموه لا سيكسيون اكسيون دو سداك نتاع الجوسسه المضاده. ولا سيكسيون اكسيون هذه تقوم بعملية تصفية جسدية تحت مظلة تاع منظمة وهمية اسمها اليد الحمراء. وهذه المنظمة تكونت في الحقيقة في شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، وكونوها غلاة المعمرين، جولترات لا كولونيزاسيون. كتب شهادات، مذكرات، بينهم مذكرات العقيد كونستانتان ميلنيك اللي كان في الكابيني تاع دوبري، وكان هو المنسق ما بين المخابرات لهالعمليات، ويحكي بالتدقيق يعني كيفاش كان يتلقى الاوامر وكيفاش. وهناك كتب كذلك لناس نشطاء نتاع اليد الحمراء، منهم انطوان ميليير مثلا، ومؤرخين وصحفيين كبار فرنسيين. وكان داخل شهادات لكوادر في الثوره الجزائريه، منهم القابليه، منهم منصور بوداود، منهم عمر بوداود، منهم علي هارون، وكان ثاني مؤرخين منهم دحو جربال، جيل مونسيرون، اونتر اوتر. يا بوكو ديستوريان لي سون سيتي.